تعلمون. سورة ياسين. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. دوران الأرض. إن علماء الغرب بعد أن قالوا بثبات الشمس تراجعوا عن قولهم وقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة، ثم بعدما تطورت علومهم وجدوا أن حركة الشمس هي حركة اهتزازية تشبه جريان الخيل، واستخدموا كلمة ستريم وتعني جريان في وصف حركة الشمس. واتضح أخيراً أن الشمس تجري بالفعل، ولكن هل سيستمر هذا الجريان للأبد؟ يقول علماء وكالة ناسا إن الشمس تجري باتجاه نقطة يسمونها المستقر، وهنا تتجلى معجزة القرآن عندما أخبر بهذا الأمر بدقة منذ 1400 عام.